مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم اجتمعوا مع مسؤولين من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لدراسة بعض الأمور المتعلقة بتطوير ملف كرة القدم. تمت مناقشة البرامج والمستجدات داخل الاتحاد الدولي من أجل تطوير ملف المنتخبات الوطنية والمدربين، وكذلك إنشاء مدرسة للموهوبين خلال الفترة المقبلة. فريق باتروجات نجح في الصعود للدوري الممتاز بعد الفوز على فريق رايا بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد بتروسبورت ضمن الجولة السادسة من الدور الثاني في دوري المحترفين مرحلة الصعود. منافسات قرعة اليد بأولمبياد باريس 2024 أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني المصري ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين. فريق كرة اليد سيدات بالنادي الأهلي فاز على فريق دي جي اس بي الكونغولي بنتيجة 29-20 في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر الأفريقي، وبكده الفريق حصد برونزية البطولة. إسلام أسامة بطل مصر في سلاح سيف المبارزة توج بالمركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات بطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين والمقاومة حاليا في الرياض بالسعودية. الثنائي المصري ناردين جرس ومصطفى سرتي تأهلوا لبطولة العالم للسكواش للمحترفين واللي بتقام بمصر خلال شهر مايو المقبل. فازت ناردين جرس في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة العالم على مواطنتها نادين الحمامي بنتيجة 3-0. والنجم الأرجنتيني أليكسيس ماكاليستر فاز بجائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول الإنجليزي والمحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح خلال شهر مارس الماضي. فريق باريس سان جيرمان فاز على برشلونة 4-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب البارسا في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا ليصبح مجموع نتيجة المباريتين 6-4، وتأهل فريق باريس سان جيرمان إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. فريق دورتموند اتأهل لدور نصف النهائي بعد ما فاز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-3 في مجموع مباريتي الذهاب والعودة بعد فوزه في العودة بنتيجة 4-2، وده في المباراة اللي أقيمت في لقاء الإياب للدور ربع النهائي، وبكده دورتموند هيواجه باريس سان جيرمان في نصف النهائي. وكده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر مع مصطفى وجمانة. نشكرك هلا، شكرا جزيلا.